مبروك لمركز عبد الله رويشد، مبروك لشركة روتانا، مبروك لأساس سالم الهندي، المبروك قليل عليكم الليلة. ما تقصر حبيبي، يعني فخر لي أني أشتغل مع أخوي سالم الهندي وأخوي أحمد الدوغجي، وهذا يعني لأن النية صافية والنية طيبة والنية مطية، ودائما الحمد لله لما نحط إيدنا بإيد بعض ونتوكل على الله دائما الله بيوفقنا، ولأن قلوبنا صافية من ناحية كل شيء سوينا نسويه من خلال هذا المهرجان، نسويه من خلال كويتنا الحبيبة. طبعا لا شك انه استاذ سالم له العمود الفقري لمهرجان هذا كله، ونتمنى له الصحة والعافية. واستاذ احمد الدوغجي كمان يعني ما قصر، اخراج مبدع، اخراج غير عادي، استاذ بكل المقاييس، وان شاء الله ربنا يوفقنا، والحمد لله ان شفنا الفرحه بوجوه الناس كلها، فهذا شيء جميل جدا الواحد